السلام عليكم جسمك كيف زالي بين نهاركم زين ان شاء الله. الفيديو هذا يا فيديو سريع وحبيت نتكلم على 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 الفصل والبرد وفقدان الوزن. الناس اللي اليوم يعني اللي راهي تعاني من السمنه لازم تكونوا تعرفوا وتعلموا باللي البرد هو محفز للعمليات فقدان الوزن. دونك اول تفكير لازم ديجا الحاجه الاولى لازم تتبع يعني حميه غذائيه ولا بون اكيليبر اليمونتير. ولو كان يعني تتبع حميه يعني مدروسه بطريقه جيده البرد في حد ذاته راح يعاونك. علاش؟ احنا كانسان عندنا يعني ريسامون لي زيتود الاخرانيه الدراسات الاخيره قدروا يصنفوا الشحوم الى نوعين. اوكي لا غريس برون اي لا غريس بلونش. اوكي دونك لا غريس برون الشحوم السمراء الجسم يعني الانسان البالغ الكميه تاعها صغيره، لكن الشحوم البيضاء هي الكميه تاعها كبيره عند الانسان البالغ. باغ كونتخ عند الرضيع والطفل الصغير يعني سورتو الرضع لا كونتيتي كميه الشحوم السمراء لا غريس برون كبيره ولا بلونش صغيره. دوك نقول لكم علاش. على حساب يعني النوعيه هي عندها علاقه بالوظيفه. اوكي اي دونك باش تعرفوا بلي لا غريس بلونش الشحوم البيضاء الهدف منها هو عمليه التخزين من اجل الحمايه من 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 مختلف يعني مختلف المشاكل يعني ولا لي زاغريسيون فيزيك. باغ اكزومبل انسان يحمي روحه لا كوش دو غريس تجي تحت لابو باش تحمي الانسان من الضربات، يعني من ضربه واحد يقيسك بحاجه تجرح روحك يتوسا. لكن اهم شيء هو يعني سي فورم دو ريزيرف. لو كان الانسان اليوم يعيش مرحله جوع يعني ممتده طويله سورتو يعني الاجداد والاجداد تاع بكري تاعنا لي زونسيف تاعنا كانوا يعيشوا يعني ما كانوش ياكلوا بزاف. دونك الانسان بالطبع ديالو في طريقه التاقلم ديالو والتحول كان واش دار يعني زاد هاد لاغريس اللي ولا يعني يخبي الشحوم باش يحمي النفس ديالو في فترات الجوع الطويله. لكن اليوم ولينا ناكلوا بزاف دونك ما كاش فترات جوع طويله. دونك الاكل ما ولاش مشكل ولا او كونترير الاكل ولا مشكل في 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 عمليه يعني اكتساب الوزن وتخزين هذه الشحوم البيضاء. نروحوا للنوع الثاني هو شوفوا الوظيفه تاعو هو الشحوم السمراء. شحوم السمراء لا غراس برون الهدف ديالها هو المحافظه على درجه حراره الجسم. يعني اليوم لو كان الانسان يحس بالبرد الجسم ديالو واش راح يدير؟ ماشي يحافظ على 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 درجة الحرارة باسكو الجسم لازم له درجة معينة من أجل المحافظة على مختلف الوظائف الجسم. هنا راح يحرق هاد الشحمة ولا هاد لاغريس برون. دونك الجسم راح يخرج الحرارة منها عن طريق الحريرة. مش تعرفوا باللي الحريرات هو عبارة عن كمية الحرارة اللي يمدها لك هذاك يعني لاليمون ولا الجسم ديالك. دونك جوكو هنا الجسم ماشي يحافظ على درجة الحرارة العاديه ل 37 دغري سلسيوس واش يدير؟ راح يحرق هذه الشحوم السمراء. لكن مالوغوزمون هذه الكميه عند البالغ قليله بزاف. لكن لو كان الانسان اليوم باي طريقه راح يحفز عمليه فقدان الوزن، لكان اليوم الانسان راح يتابع حميه غذائيه جيده ويزيد يعني يحافظ على درجه الحراره اللي تبعها. دونك نصيحه في الدار ما تريقليوش بلوس الشوفاج ديالكم في 24 دغري سلسيوس 24 درجه مئويه ولا اكثر، ديروها يعني بين 19 18 20 راح تخليوا الجسم ديالكم يتفاعل بطريقه جيده وراح تكونسوميو الكميه من الشحوم السمراء المخزنه على مستوى الجسم من اجل يعني تنظيم درجه حراره الجسم. الحاجه اللي حاسي كو الكميه صغيره عند البالغ، لكن اون فوا كو الكميه هذه تنقص الجسم ديالكم واش راح يدير؟ فيا ميكانيزم اون ريبونس فيزيولوجيك عاديه واش راح يدير؟ راح يحول الشحوم البيضاء المخزنه الى شحوم سمراء، والشحوم السمراء الهدف تاعها هو المحافظه على درجه حراره الجسم. يسمى راح نكونسوميو لا غريس بلونش on va favoriser plus يعني la consommation تاع la graisse brune. Donc mes amis, c'est simple. اليوم البرد هو نعمه، يعني ما نروحوش النعمه نقولوا باللي يعني درجه الحراره يعني البرد القارس هو نعمه، لا، لكن خليوا لوحديكم تبردوا شويه، ماشي لازم في الدار سورتو ديروا الشوفاج طالع بزاف وين تدخلوا في هذيك يعني مرحله مام يجيك مرحله الفشل وتسخن روحك بزاف، خلي روحك في وسط طبيعي، تحس شويه بالبرد، كي تبرد ما تحسش بزاف، تلبس شويه باش تفافوريزيو يعني عمليه استهلاك اوكي الشحوم السمراء
وكي كي الشحوم السمراء تولي لا دوموند عليها بزاف، راح الشحوم البيضاء اللي هما الوظيفه تاعها هو التخزين، راح تخزن لو سوربلو كالوري، يتخزن على مستوى الجسم على شكل شحوم، هنا راح تستعملوا هذه الكميه وراح تفقدوا الوزن. اكونديسيون لازم تتبعوا ان ريكيليبراج اليمونتير. ما تقدروش تاكلوا بزاف، تاكل خبزه بطبسيلو بيا وتزيد له الحار وتزيد له كاس حمود ولا كاس غازوز وتقول بلي انايا راني نحرق، بصح راني في البرد، راني قاعد في البرد، راني نحرق في الدهون في الدسم ولا في الشحوم السمراء. لا، هنا سي اوت شوز، راك تحرق الجسم ديالك ماشي حافظ على الحراره، راهو يحرق في هذه الشحوم، لكن اون كونتر بارتي راهو يكدس في الشحوم البيضاء باسكو عندك ان سوربلو كالوريك ميزامي. دونك فوالا، حبيت نتقاسم معكم هذا اللايف على السريع، اللي عجبكم بارطاجيوه، ولا تساؤلات تاعكم ان شاء الله نريبونديو عليهم في اللايفات المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.